الحقيقه يمكن كنت بقول انه بدايه موفقه وقويه للنادي الاهلي في مشواره في السيزون الجديد، 4 فوز تعادل 1 في بطوله الدوري، ولكنه موسم الحقيقه صعب جدا. السبب الاول هو تلاحم الموسمين، الموسم الاخير اللي كان طويل جدا وشاق جدا، ودخلنا سيزون جديد ومعاه ابتدينا طبعا او ابتدت فرقه نادي الاهلي مشوار بطولات متعدده. يكفي ان انا اقول لحضرتك طبعا، واحنا يمكن هنبتدي كلامنا عن قرعه دوري ابطال افريقيا، انك انت عندك ماتشين في افريقيا في فبراير، ماتشين في مارس، ماتشين في ابريل، بالاضافه لمباريات الدوري، بالاضافه لمشاركتك في كاس عالم انديه، بالاضافه لسوبر افريقيا. وده الحقيقه يمكن واحد من اكتر الحاجات اللي بعتقد انها مأثره. طبعا احنا بنكسب، بس يمكن الناس مش مستمتعه قوي بالاداء اللي بيقدمه فرقه النادي الاهلي. في رايك انه العوامل دي كلها ليها تاثير ولا في عوامل تانية؟ لا، عوامل اللي حضرتك ذكرتها دي عوامل مؤثره جدا. وضيف معاها كمان الكورونا. انت بتروح المباريات دلوقتي، المدير الفني بيبقى بيستنى لغايه اخر لحظه بيشوف هو مين هيبقى معاه. يعني انت ما تقدرش تبني خطه، يعني تقدر تجهز لمباراه بعد اسبوع، تفضل تجهز لها ولكن ممكن بعد المباراه قبل المباراه بيومين بتلاقي متغيرات كتير جدا. مع انك محتاج تعمل روتيشن في وسط المباريات دي كلها. صحيح، كم بطولات كبيره ولكن خلينا نتفق ان الاهلي متعود على كده. الفرق الكبيره، الفرق اللي بتاخد بطولات، هي لما بتيجي تبني فريق بتبني فريق عشان ده، ما بيبنيش فريق عشان بطوله، بيبني فريق عشان عده بطولات. وعشان عده بطولات هو بيدخل ينافس فيها، ما بيدخلش اللي هو مجرد ضيف شرف. يعني هو مش بيركز في بطوله الدوري ومش فارق معاه بطوله الكاس او بطوله افريقيا، لا، هي كل بطوله النادي الاهلي بيدخلها هو عارف ان هو او اللعيبه اللي موجوده او الاداره اللي موجوده، هو عارف انه بيدخل عشان ينافس على البطوله او ياخد البطوله. فبالتالي الاحتياجات بتاعتي اللي بتبقى موجوده في اول السيزون بتبقى انا بشتري عشان ده، بشتري مش عشان بطوله، مش الاهلي مش هيجيب لعيب كويس عشان يلعب بطوله الدوري او يلعب بطوله افريقيا بس، لا، هو بيجيب لعيبه كويسه مستوى عالي عشان يبدا يكمل بيها كل البطولات وينافس عليها. فده طبعا موضوع، حضرتك برضو ذكرت حته يعني تلاحم المواسم مع بعض، الموسم ده والموسم اللي فات مع ظروف كورونا ان احنا وقفنا فتره طويله، مع ضغوط المباريات في النهايه، مباراه الدوري بعد كده بطوله افريقيا بعد كده الدوري الجديد، فالامور شويه فيها يعني هتبقى صعوبه، بس ده يعني ممكن نسيطر عليه بالروتيشن كويس بين اللعيبه. والنادي الاهلي بيمتلك سكواد كويس جدا جدا. انا شايف ان السكواد موجود في النادي الاهلي دلوقتي يعني من بقى 8 9 سنين النادي الاهلي ما وصلش للسكواد ده، سكواد كويس بالنسبه للعيبه اللي موجوده في مصر. ايوه، انت يعني جبت لعيب رقم 1 ورقم 2 ويمكن رقم 3 كمان في كل مكان، من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر. ف يعني النادي الاهلي قادر ان